الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي أصل ما أنكره وأو اختلافانش كأصل جال الركنية كم قياسة باسي اختلاف كانش ما أنكره آية أصل بريتيا لمحل حكم، يعني محل مشبه به يكا آخر حكم دو محلي هيا كان مشبه به كان مشبهة آية أصل بريتيا لمحل حكم كا لمحل مشبه به كي حكم يا بريتيا لدليل حكمك يا بريتيا لحكم أو محله، يعني بريتيا لخدي حكمك نلا محلي حكمك يا رسيق قول من لوا مترح كله وباره وبلام وتمان أقرب ولا يزيهن يا أقرب واقع أوي أولي أنا كبيجين أصل بريتيا لمحل مشبه به كبو حكمك استدين سرقني دو أوقته أوش ما نود يعني بجي ويك شرطي بودانين شرط ما لي سالب كرد مثلا وقت ما بشر تجيري كدب بشر ناجيري كدال لسر جوازي قياس ببي لسري يا اتفاق لسر وجود علات ببي هو أنا شرط قلي بون كإما لما سالب كرد أم جارة ديالة هاتي نسر ركني دوام لأركاني قياس حكم الأصلي، يعني هو كباسي أصلك ما يجين باسي حكمي أصلك لكن الله تأمى كأجن لراجن حكمي أصل بينا لسر أويا كأيما لسي قولك يبيشو قولي يكما نهل بجار كالركني يكم بريتيبو لا بري كأصلك أبو أصل بريتيبو لشي لمحل حكمك، يعني محل مشبه بهيك ديك واتا أمجا حكمك حكم الواحك جاري أثاني من أركان الكاسي حكم الأصلي. ومن شرطه يعني بشيق لو اشتانيك لحكم أصلا بشرد أجيرين ثبوته بغير القياسي أما يا أشي أو حكم أصلا بقياس سابد نبوبه بلكو بغير قياس سابد بوبه كواتا أقر بقياس سابد بوبه مثلا تو نبيذ وكوبلين آوي جو مثلا آوي ورقيرا ولا جوت قياس كردوه تسر خمر أمجار أقر شتيه كيتر بوكو مثلا آوي ميوية كيتر بلين آوي تماتة مثلا كأويج شرابي اللي يدروس كريم آوي بلالوك مثلا بيني قياسي كي تسر آوي جو لشكو أو آوي اللي جو ورقيري أو مسكيرة أو حرام أو أمانة أمجوايا أو قياسة دروزنية شنك لو كاتان نبي الزكاة أبي بأصل أو جار حكمك بقياس سابد بوه حارق ولا كواتا حكمي أصل وقتك معتبرة أبي بقياس سابد نبو به قيل والإجماعي قيل قال أشي بإجماعي سابد نبو به كواتا أشي هربا كتاب السنة سابد بو به بو إذ لو ثبت القياس كان القياس الثاني نا إذ لو ثبت بالقياسي كان القياس الثاني عند انتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم. ألي أجر مثلا بويا كان ألي أشياء سابد وبغير قياس شن أجر بقياس سابد بوبي يعني أجر حكمي أصل كمان بقياس سابد بوبي أو قياسي دوم لكاتي اتحاد علتا له أبي مثلا تو قياسي أول كهاتوي نبيز قياس كرده سر خمر لعلة حكمه إسكاربو إيسيش كنبيز بلين آويجو شاكا بلين نبيزي مثلا بلالوكيش قياس كي تسر نبيزي جو مثلا باش أوج علتا كي مسهر إسكاربي حالبي دي أو علتيه كواتا قياسي دوام لغوة بو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصلي في الأول لبرو بينياز بوين لم قياس الدوامية بشي اللي بينياز بوين بويك قياس فرع كمان كد بقياس الفرع فيه بويك أمانتواني قياسي أم فرع كنبيزي دوامية باشا بيكين لا أو قياسي أويك فرع لدوامكا أويك فرع لدوامكا بيخي نسر أصبحك كهما عن خبر الأولى يعني وكو شون آوي جود
قياس كرد سر خمر أتواني أوي بلالوكيش داي هر قياس كرد سر خمر كاتلي بيه نياز بي شون أخوة إلا تكاريك يكا أما أوا باشا في الأولي وعند اختلافية ولا كاتك علتك مثلا فرقي به يعني أو قياسي أول كحكم بلين نبيزي كيا سابد بوا لقال قياسي دوما كحكم مثلا آبي بلعلو كي كيا سابد أبيا إلا تكان فرقي به مثلا حالبي أو أقل عند غيره ما بي يعني الثاني كان القياس الثاني غير منعقد قياسي دوما دانا مزره بوشي لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم حالبي شن أوقت أصل فرع لعلة حكمة لو قياس دا لعلة حكمة مشترك ناب لحالك أبي اشتراك لبين أصل لبين فرع ببي مثلا أقر إيما هاتويتين مثلا جومان بلين سيومان قياس كذبية سر خرماء لو داك هادو كان طعمن بلين چونك مثلا سيوج وكو خرما طعمة كواتر ريبوية لو لا شو مثلا خرماش قياس كتسر قنم مثلا للريبوي بونكا چونك اوش طعمية هاي وكو او الريبوية وعلى تكي طعمة جاتو اللي مثلا بوع اختلاف عيلة دي بمثال بيرينو بيجي تفاح بوسر مثلا خمر بوسر تمر وقتك قياسكي مثلا بيجي مكيلة يعني يا بلين قوتة مثلا نا تمر ما قياس كده بوسر قنم قوتة ولي او من قياس كده سيوكا بوسر هناك بوسر تمرك مثلا بيجي طعمة حالبي كواتا اقر او النبي امر مثلا اصل فرع يقناقر نوا شنك او كاتوا قيل لا قياس اولا كنية تو تفاحة تو تمرد اخست سرهين تو تمرد اخست سر قنم ب عيلتي شي بعيلتي اويك قوت دي امر اقل تو بيني مثلا عيلتك بقوري لك يا سد ومكا بكي بطعم حالبي او اخت تفاح قوتي تيانابي كقياس كرابي بوسر تمر شاكا يا بلين تمر خوي بلين طعمي طعمك تيانيا كقياس كرابي بوسر قد مكا مثلا يعني اختلافي فرع يعني اشتراكي فرع اصلا التي حكم نامين اللي وها قالت أوي إني أري دو مكم عقيد نابي لعدم كان القياس الثاني يعني ولا غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه يعني لقياس دو ما مشترك ناب لتشيا في علة الحكم لا علة حكمة مشترك ناب مثلا بجري مثال كبيرين مثال أولي مثالية كميان بو اتحاد علتك أمي قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بلي مثلا إذا كان نويش بكي بأصلي داني أما أصلي بلي قياسي غصلة كما سر نويش وكو شون نويش نيتي قرأك أمي نيتي قرأك شون عبادة بجامع العبادة ثم قياس الوضوء قياس دومي ولو كي تسر غسلك نيكي تسر صلاتك فيما ذكر يعني في اشتراط النية أويش بجامع العبادة حالبي جاو هو لغو بو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على صلاتي أما لغو شن هلا أولو أمان تواني وضوك بجيك أو قياسك نسل غسلك قياس ما قياس صلاتك ومثال ثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع حالبي أما تبقى قياس أصلية كي جاري أم قياس درست أمي أولك بس أنتو بيني قياس الرتق خير رتق يعني انسداد محل الجماع لآفرته رتق قرن هيك لفي قاباسي أكام يعني بقوشت ناو فرجي قيرابي جيقي جماعي نبي بو جي زكري بياوي نبي قياسي كي نسر شي سر جبي ذكر لتشي على فسخ نكاحة جبي ذكر يعني كابرا يعني بياو ذكري برابي آخر أقر جب بولا بياوا جن لو بربي نزاني بي بوي هي الفسخ نكاح كاتوا بجبك دي امجر الرتقش كالجن كابو بياوك لو بر ديال بي نزاني و بيشيان نوتوا شاكا حقي فسخ نكاحي هي بوشي الرتقة كم مثلا فسخ نكاحي بي اكريا شون كيما او الرتقة قياسة كي نسر جبي ذكر لاتشي على فسخ نكاحة بهل كان فسخ نكاح بي بجامع فوات الاستمتاعي
چونکە جامعێک هەیە لە بەینانەکە ئەوش فەواتی ئیستمتاعە یعنی مەسەلەن بۆ یەکانی جوبی زەکەر باشە جوبی زەکەر فەسخی نیکاحی پێکرێ چون ئیستمتاع فەواتی ئیستمتاع بووە لە کاتی جوبی زەکەرە چون خۆی عیلەتە بۆ ئەو ئەبێتە هۆ کار بوو ئەوەی کە فەواتی ئیستمتاع بفەوتێ دەی وەختی ئێمە مەسەلەن خۆی نیکاحەکە فایدەی نیکاح چییە فایدەی نیکاح خودی ئیستمتاعە ئێستا کە فایدەکەی فەوتاوە پس كواتب بفسخ نكاحك جنبي شن استمتاعك فوتيا بس كواتب اقر جبي زكر بو نكاحك فسخ بيتو باش ردخش من قياس كسر او شنك علتك يعني لكن اما خود روز اما مشكلين نية هر سن جارة اوانا نيازي انبا قياس نية شكو انا بحديث ثابت بون والقولو بره قواني ثم قياس الجزام على الرتق يا مقفر عقيه مثلا جزام اخريك قالوا انا كفسخ نكاحي بيه بيته او ايش كاس كان سرتق فيما ذكر يعني في فسخ نكاحي وهو غير منعقد دنا مزري بوشي لان فوات الاستمتاع غير موجود فيه شن فواتي استمتاعك كبور تقبو باشا موجود ني لجزام شن كجزام على لقال ما كجزامك هي اتواني استمتاعك بقبلها يعني جزام مانع لا استمتاعنيه او حال ولي العين حالنا خوشينه كي بيستيه ك شرع اجازه دا ك هل يقل زوجين او او حالتي بو او يتري المسافه سني ك حكم كاتب حتى شرع اجازه دا اگر ابو خوشي او بلاي ببي هر فسخ كاتو چون علي بعضك مثلا انسان او الى خوي بي هل اكاو تحمل يكا اقل غير ابي بو يتحمل لاكري بله اها كواتا اويك لا بيجا اوتمان مثلا لو كاتبو يا من عقد دابه شن كاصل فرع لقياس دوما لعله حكما مشترك نابن يعني عله حكمه قال داني كان هيا لو تريا نانيه حالبي بس اگر ايما ليره دا جزام من مثلا بين قياسي كاين سري يعني قياسي كاين سرجب هربو اوج ناشي ليره ديال الرنقة ليلة أويا كويتي أجر بلي بار حال أجر علتك ريا كوي علتك ببي بس أو كاتته أتواني قياسي كجسر أو لك ولي أجر هاتو مثلا علتي أم علتي خوي جابو وات أو علتي كلا قياسي أو لابو لما نبو مثلا علتي كتر ليرة لا تصور أبو أمانة لو كاتدا يتر أجر أو علة مانا استفادة نكر يا تو قياسك يا علتي ترها يا قياس كيتيايا يانية أجر علتي تربو هربتو مثلا هناك اتحاد علتك أجر علتي ترنبية تر قياسنا أجر قياسك الروزنية كواتع عند اختلاف العلات اختي هناك نية شي بيجن قياسك هراكن سيت إما جزام بو أوي كجزام باعسي فسخ نكاحة أبي بدو علتي تلاقرين يا دليلي تريبو بيرينا قياس والقول جاء لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه يعني في الجزام والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص ليستند القياس إليه مردود مردود بشي بأنه لا دليل عليه علي أما أقر حكم كريه ومستنفتي باسي أو كركوتي شي وتي حكم أصل آخر وتي قيل والإجماع وتي او تاي سكاني اما بومان هنا هو دليل ما بوينه كحكم اصلا كمان ثابت نبو بيه بقياس بغير قياس ثابت بو بيه وهل وها بغير اجماع ثابت بو بيه جابو او شقي دو مكوتي بغير اجماع ثابت كقسي قيل كيام الله اقر اما حكم كاين بو بانه بمك قياس يا بمك شأن حال لا يثبت حكم الاصل بالاجماع حكم اصل باجماع ثابت نابه الا ان يعلم مستنده النص مقر او مستند اجماع كبريتيا لنص بزانري بوشي اللي يستند القياس اليه تا قياسك اقر باجماعك اشكرمان تكيكا تسر سندك او قسيا مردوده ردك ريتا وبشي بانه لا دليل عليه بور ردك ريتا وك امهم شنين قولي اقر بكري هيج بلقيكي لسرنيه يعني تقريبا تحكمه واتب زور مثلا لو انا تعرف قريكي ببي سلماني نعم يحتمل ان يكون الاجماع عن قياس بل هل اقريه اي ساخر ممكن يقول لك هكا من بويا كان عليم
حكمي أصل بإجماع ثابت نابه تام مستند نسكي أزانري شون أجر مستند نسكي نزانري شاكا لو أني مستندي قيا هناك إجماعك قياس به يعني مثلا إجماعك لقياس بل لس قياس مبتني بوبي جي لو أني على من جواز سلمين ولا أو احتمالة أما أصل عدمه لا أشياء محتملة وعشية أصل احتمالاتها أصل عدمه يا متى كان اصلا ولا نعم يحتمل ان يكون اجماعا كاسي ولا ويدفع او بان كون حكم الاصل حينئذ عن قياس مانع ويكارن بله او كاتا من رد اكينو بو علين اجر هات لوا قياس كما ممنوع بو او زاني بوشيه لبر اويا بوني حكم اصل كلا قياس او مانعه وكشق اولك ام جار اجر بيجين دي باشا حكم قياسك لا أص... حكم اصلك امر لا قياس ودي شنك اقل لا اجماع ابو اجماعك مبتني بالقياس به ابي دروز نبي على اخر مانع في القياس والاصل عدم المانع اصل عدم مانع ما دام كاصل عدم مانع بس كواتا ايما بو معنيه منعي او بكين برين ولا ثبوتي حكم حكمي اصل ابي ثبوتك بغير اجماع به لازم ناك اوابيش متواجبين وان واجيني كاجبو ما ندر كوت كاجماع كل روي قياس وبو حق ما نيدل عري اجبو ما ندر كي بالي اما وكونه غير متعبد فيه بالقطع يعني اثاني حكم الاصل ومن شرطه يعني لا شرط كان حكم اصلا كاو حكم اصلا متعبد فيه بالقطع نبي شاكا متعبد فيه بالقطعين قطعين به واتا ظني به شاك اين اجر قرار به مثلا حكمي اصلك متعبد فيه بالقطع به اتل مثلا لا ولا لامور تعبد يقينيه قياس دروزنيه شاك قياس لمظنونات اكره كما ذكره الغزالي وكما الغزالي وتبوشي لان ما تعبد فيه بالقطع شاك شنك أو شتيك متعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع نو قياسك لي سير محلك أي شي قياسك لي أو شتا قياسك لي كيقين طلب أكري تيايا يقين طلب أكري كالعقائد وكو عقيدة وكو عقائدة ويا كارين قياس لعقائد علمية لتو قياس إسامسا إنما الخمر والميسير هو حكمك قطعية كحرامة وايا بلام تو النبي قياسك يسر او قياسك مفيد ظن مثلا حرام بوني نبي زك بلا يصدر صديني عاوا حالمي بس ما شاكا اشي حكمي اصل وكونه غير متعبد فيه بالقطع يعني اشي حكمي مصلح بلا حكمي اصلك باش غير متعبد فيه بالقطع يعني متعبد فيه يقيني نبي متعبد فيه به ولا يقيني نبي ليوا يعني جزء يقينيات نبي يعني مثلا اين اخو عيسك عنين يا لويشا انما الخمر والميسر برا حكمك حرامون توشي مثلا او حرام او ديال حرام ليوا دي متعبد فيه بالقطع ايش يعني تو تعبدي يتر ابي ببيع ويكبير لعلة أمانه وكتو أخو علة حرامك شيء يعني يسع علة ممكنة بزاد ريانة زادية ولي بها الحال بيع ويكبير لعلة كتو أمانه شيء قبولك كحرامة دي بو قرارة بي اللي قياس اللي واد روز نبي من نبي قياسة كنزل الخمر حال بلا والله منا أما أم غير متعبد فيه يا بو مسائل بو شد قليك نك مثلا بما ديابة خصوص منظوريك شد بيه بو شد قليك كلو شتانا دا حكمكي أبي يقيني به مثلا يسأل الله إيمان بأخوة إيمان ببيغمبران إيمان بكتاب أو كوا إيمان بذات وصفاتي مثلا خواهي برورد قالوا أوان أو صفتي ك مثلا دبي بو إسابت كري أو كدبي دبي لي سلب كري بارحال معرفة الله أوانا أوانا كيقيني القياس يعني جات مشاكل إيساد روسا أين إنما الخمر والميسر أو يكيك الأعمال يعني يتك لا فروع باشا لو فرعا مثلا حكمك يقينية وايا بلان لها مو فروعا يكين يقيني تيان اخواز راوا دروسك شي تعبدية
بلام تماشاك أوني أهم إما هم الشباب وتو معنا ظن لا فروع كافية بو أصولك إما نيازمان بيقينها يا أها كواتبه قراري يعني أبي لأموري ظني لا فروع بقياسنا لا أصوله أهم توجبون والقياس لا يفيد اليقين كديار قياسيش مفيد يقيننا بيوك واعترض بأنه يفيده اعتراض قليا با وقياس مفيد يقين جبه إذا علم حكم الأصلي زمان أجر حكم أصلك زانرا وما هو العلة فيه وزانراش كعلة شيتيايا ووجودها في الفرع وعلم بياكرا بوجود علتك لفرع كيشا حالبي يعني حكم أصل معلومة وقاياتي خمر باشا أمجر علة شيتيا دوزراتو مسكا إسكارا وأمجر بوش من سلما وك أو علة وقل أصلك هاي لفرع كيشا هاي أجر بقيتها مفيد يقين وقياسك جلوس توكات يعني أقل لأصول شابه وشي ودرسه وقصي أو قيلية قصي أو معترزية بله أو هاي سمو توجيبوين بس كواتها رويك معمولين أليه لاعتقاداتها يعني لأصول بله أوي كوا يقيني تيا طلبة كريه معمولين أو قياسي تيانية بله من الفروعة كيقيني تيا طلبنا كريه نالين يقيني تيانية رويك زكاة واجبة يقينية حالبي خمر حرامة يقينية دزي حرامة يقينية حالبي بلان ديارة همو يقينينية يعني اشتيك كواظني تيا ظني غالب كافية بو حرام بو نياب بو حلال بو نفروعة جاء لوائي ما حقي او ما نهاية چونك قياس خوي نوعيك لا كارقليك مجتهديك خوي مفيدي ظن بس كواتل لا يغبى ظنيات نبى يقينيات اما او وكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا وبازا بشرتك شجيري كدبي أو حكم أصلا شرعي به أجر لشرتك بيوسك بخوي وحكمك شرعي يعني أجر أو حكم أو حكم أصلا أجر بجورك بحكم شرعي به يعني جرك من بي مثلا حكمك شرعي بدواي خويا بيني وصلك بخويو واتلا فرعكا كحكم شرعي هيا او حكم شرعي فرعكا بدو زيتو بيني بدواي خويا عشان خوش شرعي بي اني حكمي اصلك جاي سالي علي باش جور بان كان المطلوب اثباته ذلك بجورك اويك مطلوب الاثبات ذلك اوويته يعني حكم شرعي كبي مثلا اما بدواي اثباتي حكمك شرعي اقرين حالبي لكوا ثابتك مثلا فرعك انقلك من بقيا ثابتك دي او كانت ابي حكمي اصلك اصلي قياسك ابي حكمك شرعي به فان لم يستلحقه يعني اجر هاتو او مثلا حكمي اصلك استلحاقي حكمي شرعي ندكر يعني بو او انا يعني بشجر بان كان المطلوب اثباته غير ذلك بجورك يو أويك مطلوب الإثبات يعني أويك مجتهد قالك إثباتك غير ذلك غير حكم شرعي كبير بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات بيان لسلوك قياد العقليات واللغويات جائز بها الوقت شرعيات جائزة فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا أو اختئت بشر ناقل حكم أصل شرعي بيت حالبي بس بناء لسلوك إيما لقياسك هدف مانشيه أجر هدف من إثباتي حكمك شرعي به هو بحكمي أصلا كمان شرعي به حالبي ولا أجر هدف من إثباتي حكمك عقلي به يا إثباتي حكمك لغوي به لازم ناك حكمي أصلا كمان شرعي به أو حالبي أكري شرعي به أكري شرعي نبي أو بمعنى يعني شيء لازم ناك لا بشرنا قيري حكمي أصلا كمان شرعي به بمعنى أنه يكون غير شرعي بمعنى هيك أتوانى غير الشرعي به ولا بد فإن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير شرعي وحتما لو كاتدا ناتشارين أو أبلين حتما لا تشار بمعنى أنه غير شرعي مثلا بو كاتا أقر قرار به حكمي أصلك بشر ناقر يك حكمي أصلك شرعي به بمعنى أويك غير شرعي أبي ولا بد حتما أبي غير شرعي به وشي شن فإن غير الشرعي غير شرعيك أو حكم يواتو بدوايا أقري لا يستلحقه أو حكم شرعية
بيوزناك بخويو إلا غير شرعيين إلا غير شرعي أجنبيت كواتا أجر مطلوب الإثبات أويك مطلوب الإثبات مجتهدة شاكا أجر حكم شرعي به أبي لقياس إثبات استفادك كحكم أصلك شرعي به أجر أويك مطلوب الإثبات خوي حكم شرعي نبو لازمناك على قياسك شاء حكم أصلك شرعي به بلكو نقل لازم ناقة أبي حد من شيء بيبي غير شرعي بيهوش أو كات جاء ويا بالا كما أن الشرعية لا يستلحقه إلا شرعي نقول شرعي ما شرع شرعي نبينا هنا بدو إخويا ولما ذكر الآمودي وغيره هذا الشرطة لكاتك كآمودي وغير آمودي أم شرطي أنا ذكر كردوها أوش كذكر يعني كردوها بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات بناء لسلوة كقياس العقليات واللغويات دروزنية كما صرحوا به كوتيانا زاد المصنف فيه القيد المذكورة مصنف أو قيد القياس يأكل كل شردك إن استلحق حكما شرعيا آواي ولا وقت حكم شرعي ذلك بو ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده هتاوكو أو شرتك الكلاوة بشر هل سر شردبوني خوي بمينيته باشا لقال شيء هل سر شردبوني خوي بمينيته لقال أودا كقياس ما للغويات وعقليات شابية جائز به كجوازي قياس لعقليات ولغويات المرجح عنده يعني عند المصنفي ترجيح أدري الله المصنفي ويا أو شرط إذا فكر أين أوان أو يعني نهينا ويعني أو شرط يعني نقلت ونا آموديشو آموديو كيبو غير أوش وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة أم قسمة اللي قال أوي والله هذا وقت تكرار واي أزاني جاد وايش هرش المصنف لمنع الموانع لسددي في نكردني هاتو أما شارعي قانع نكردوا متواجبي شارح شارحي قانع شارح في واي أنا خير ما حد تكراري أوي أو تقريبا بل طويل بلا طائلة شون كلا أولونية كعلي ومن شرطه ثبوته بغير القياس جاء أقر قرار بقياس ثابت بوبي يعني مثلا حكمي أصلك بقياس ثابت بوبي كواتا أم قياسك قياس الدوام من فرع قياسك شاكا دي هرب هو كوتو مانا أشي حكمي أصلك بغير قياس ثابت بوبي هر أومان قيان دوا ك حكمي أصلك ناوي فرع بيبو بو أصل ناوي فرع بيت برا جاء أم آتو أبا يذكر وعلي وكونه يعني ومن شرطه كونه هروها لشرطي برا حكمي أصلا كونه بوني أو حكمك غير فرعين دبي فرع نبي أبا تبوني حد حكمك بيجين ليرده شرطك أو يعني شرطي أو قياسة كأقرب معنى بيكين شرطي حكمي أصلك أشياء محلي حكمي فرعك باشا ننا أشياء أو أصلا كمحلي حكمك يا غير فرعين فرع نبي أبو قياسة كي ترى متواجبين كي فرع نبي أو بشرقين إذا لم يظهر للوسطي على تقدير كوني فرعا فائدة زمانك أجر برشاوني بونا وراسك لسر تقديري أميك فرع فائدهك يعني ما سألت ما شاك أواق يعني دروسنيك أم قياسيك إما أيكين أصلك وكحكمك بيويا فرع بيبوشي بوقياسي كتر لا قياسي كتر فرع بي باشا بلا ما كيبة أخر أجر وقت فرع بي لبيني أو قياس أصلك ولبيني فرع كانا تو مثلا قياسي فرع دواي أو دي قياسي كتير أكي كأصلك لا قياسي كتير فرع حالبي أو داني قياس كأكي وتأوستوا لو أنا داري فائدة بمثال يعني لا مثال كان معلومك حالبي أجر أو فائدة يبو قيناك با أصلك شمان فرع بي حالبي لا قياسي ترى هرد رسته ولي أقل داري فائدة نبود رزنية أو يجي
فإن ظهرت جاز كونه فرعا. يعني أجر هاتو فائدة لو قياس وظاهر بول بو وسطك أو جائزة جائزة فرعيش به. وقيل يشترط كونه غير فرع مطلق. سأو قيل بشر جلا شهر غير فرع به بمطلق عمل وفائدة بو وسط ببيان به. وإلا فالعلة في القياسين وإلا أجر بيتو مثلا يما جوب وندين قياس أنجام بين يعني با لقل أوجدا كأصلكي أصلي أم قياس فرع على قياس كتلا أجر قياس أنجامين وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت أجر هذا علتك هل يكبه كان الثاني لغوا وكوتما أو اختلف دي علتك جابه كان الثاني غير منعقدين كما تقدم دوامك غير منعقد بها كهل وكوتيا بربوه سير أويا هي من باسي ركن دوما كان كحكم أصلا بلام لي ندا كعليه وكونه غير فرعين ظاهرا منزوري بم كونه هو بو حكم أصلا كناجي بو خدي أصلا كاجتو يعني أصلي أنا أم قياس ما ننابي فرع به حالبين ليلة بيش أيام التعريف في أصلا شي ما نود وقت كباسي أصل ما نكر هر أما نباسكر كبله محل كي أويا يعني مثلا محلي أصل بريتيا لمحل مشبه به كبو حكم هيا أها دي إتا أمجارة شرطي ترمان بونا هنا ولي أما كوتو يتي ودوايا ويكعاتون يسر دوا مكا كحكم أصلا بيا وازاني مثلا مكا على غير فرع به يعني حكم أصلا كغير فرع به لحالك ألا لا محلي حكم كغير فرع أبي غير فرع به نك يعني مثلا أبي أم أصل معنا لم قياسها لا قياس لا فرع نبو بيت آه بله و مثلا بيبا تبر شروطي أصل نشروطي حكمي أصل به أما وجاء أم جرى ودفع المصنف ذلك ولي مصنف دفع أو إطلاقي كردوها كهر دروزنا به بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأولي والأصل في الثاني مثلا فائدة وتدي جاري وهي الدرء كبير بو وسط أو وسط كامية أو سواء فرع على قياسي أو أصل على قياسي دوما مثلا شاهد بو يعني مثلا تبجى أوله مثلا أمر بيجى سوى بيجى شوارم حالبي أو فائدة فائدة كي كما يقال مثلا أو يظهر أو فائدة فعل يظهر وكي مثلا التفاح ربوي قياسا على الزبيبي يعني تفاح ربوية بقياس بوسر زبيب بجامع الطعبي طعمي يعني قياسك أولا الزبيب مطعوم مثلا وكل مطعوم ربوي فالزبيب ربوي وصعب الدبيب مقدمة دلانا أمر دوايا وأمر تفاحش تفاحش طعمك إتيايا فزوك زبيب مطعومة تفاح أتواني بلا التفاح مطعوم وكل مطعوم ربوي فالتفاح ربوي أمر دواي أوى والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيلي عالمي باشا أوى وكو بلا كل مطعوم مكيل ربوي باشا نا التمر مطعوم مكيل كل مطعوم مكيل شاكا ربوي فالتمر ربوي دو قياس الزبيب شكرا سلبوشيوا أمره والتمر ربوي قياسا على الرز بقياس بوسيل برنش بجامع الطعم والكيل مع القوتي يعني كري بسيان إلا تكان طعم وكيل وقوت والأرز ربوي قياسا على البر بقياس بوسيل قنم بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب لأن قد غالب بيوانا يعني قود بتنيانا بلكو بصفة غالبية أو حالبي ثم دوائما يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه قاشان كيل وقوت لاعتبار ساقد ذكري بطريقية ما طريق إسقاط شو طريق إسقاط ما نيله وبدوا في عشنا إلى مسألة كل قلة ده أعم أبو عيدنا أبو دليل وأمانة مثلا لراجن بلي أو تشيبيجن أو ناس المينين كعلة الربا كيلة شون كلا قاسي شاهي ولا حالك قاس ربوينية بس كيل علة الربوي بونية قوت جلاء بين لو يكوا معتبر بلا عليتها بولا يا بين الله كاكا علة الربا قود نية شون كلا قوخة
بله ريبويش قوخك ولي قود نية كواتا معمولة ناتواني مثلا كواتا قود ناتواني التي ريبوية به ناتواني التي ريبوي بون ببوش ديك دي أمينة فقط طعمة كامينة ولا آخرة حاضبين جاء سبزانين جاب هلمك لدواي أوا وقوتي غالب أمره فيثبت بس ثابت به أن العلة الطعم وحده ثابت بك علة طعم بتنيا يعني فائدة كأمية بمقياسانا ككردمان كلو بينا كيلي تي أكو قوتي تي أكو باشا دواي جمو كرنوي أمانة بو ماندركو كعلتك طعم بتنيا فائدة أم قياسانا يعني قياسي دوامي سوامي كقشتان لسر أولو هالشناوين فإذا كان أو أبوه كأيما تواني وما نشيب كين أو يوا إلا تبيلينو أو يوا غير إلا تدريكين أو حالبين فإذا كان أبوه أن التفاح الربويين كالبري وقشن أو قناعتك التفاح جوكو قنم بري الربوي مسا أقر إيما اللي يوا أقر وقتي قشن تقود أقر بحث ما لوا نكردايكا وازاين قود علتي الربويتها باشا دي أقر شتيكي موكو هما هنا قوخ كأم قوخا ريبوية بلام علة كيتيانية در ما نخصو اللي واكا قوتك بلا علة دنيا كواتا فائدة أم قياسانا سيا أما كقياس هاي بعدي جقل قياسي أول أصلي ناو قياسا كان مان فرع بو بلا فرع لقياسا كترا لقياسي ما فوق خويا فرع علة كي أو بو كأم أم قياسانا بكين تا علة واقعي بدو زينوا هنا خد تفاحة كديني توسر قلم لدواي قشتيا كعلة لو شهر طعمة علة الربا باري فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة يعني بتدريج فائدة وهي تشيا وهي السلامة من منع علية الطعم أوج أويك إلا تكان من ذكر أو أنا وكوتمان وليس سالم ماينو إلا ويكوا منع علية طعم بكريه فيما ذكر لما ذكر لأني هيك كسكنات واني طعمك منعك شو انت مع شاكي لواقعي شوايا اواني وطعمي تيايا الريبوية اويك طعمي تيايا الريبوينية لا اجناسي الريبوية حساونية كالين فلانا شد لا اجناسي الريبوية زن يعني شي يعني شرائط يبو معاملي اجناسي الريبوي لان زن قريبا رعايات كريه اشا كبريتيا لتماثل وحلول وتقابض وامانة نين تياق الريبوي بيتوا ريبايتيا حرابة بلايبة يا توجبين يعني شرائتي معاملك باسك عليها كاريبو وانني فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بس أو قياسة نص صحيحة شو المفيد فائدة يا بخلاف ما لو قيس التفاح على السفر جلي ما سهل أولا سيو قياس كان سر بهي والسفر جلو على البطيخي أوش قياس كان سر كالاك والبطيخ والكالاكو على القسائي أوش قياس قين سر قساء والقساء على البر أم جاءوا بين سر قنم فإنه لا فائدة للوسط فيها بوشي لأن النسبة ما عدا البر إليه شن كالنسبة ما عدا البر إليه ولا بركة قشتي بالطعم دون الكيل والقود يجب بكيل وقود نية تاتو بلاي مثلا طعمية بسالم يلا أنت رم دركر أو يعني ثم اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا ما تكراريات يو بفائدة وأجاب أوش يعني أو اعتراض جلاوة ثم اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا ولو أجاب بقوله مصنف لمن مانع بقول خجوجات لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع شاكا ثبوته بغير القياس يعني آلو وابشد من قروت من أشي غير فرعوه لو لازم نايك ثابت ببي بغير قياس وكوبلي لو أنا هرب قياس ثابت ببي شاكا هرب قياس ثابت ببلام فرع جنبي حالبي دي أجر بقياس ثابت حتى فرعه ولي أمره ممكن لو قياسا لقياس يطلع ثابت ببي يعني اشتئك تقريبا وكو تشويشكي ذهني وايا ليرا شارحش خوي في رازيني الرادية كاتو لدوائية وكو شي ولي بلاوة أم أمانة الرعاية كلو قساكي مستنيف راقييني جال دوائية الرادية ليلاتو
وأجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس، لأنه قد يثبت بالقياس شك جاري وهي حكم أصل ثابت أبي بقياس، ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإلى عين حالة فرع نيب أو قياسي كما بست ثابت بوني حكم لو قياس ده، وإن كان فرعا لأصل آخر با فرع بيبو أصلا كتر كان بدركينيا كان بناو قياس كوايا. وهل وها أوجاري وكذلك لا يلزم من كونه غير فرعين ألا يكون ثابتا بالقياس، مثلا لو كوا غير فرع به لازم ناكا كثابت بقياس جناب به أكري غير فرع بلا مقياس ثابت بو به شاكا كوا تهدو شتك لا بد منه لجواز أن يكون ثابتا بالقياس شنو كان ثابت بقياس به، ولكنه ليس فرعا في هذا القياس بلا لو ما سق قياسا فرع به كام قياس الذي يراد إثبات الحكم فيه أو قياسيك أو أمانة إثبات حكم ثيابك. أما ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكراري لا يدفع الاعتراض، أم جواوي مصنف ككلامك ومشتمل بسر تكرار الركاكة أوانا دفع اعتراضك ناكا، وكيف يندفع شون اعتراض لا شيء لحال وحال والمدرك واحد باشا مدركي هردو قسك هريكيك أويك إلاد لدو قياسك دا أقر متحد بن ثانيك لغو بيو أقر مختلف بن قياسك منعقد نابي. ولي وقد اختصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول المقول أولا برام لولا شو إمام الرازي وكسك تابع إمام رازي لسر مقول أول اكتفاي كردوها ما سوتتي ومن شرطه ثبوته يعني ثبوت حكم أصلك بغير القياس أو والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا وتدي مثلا كونه غير فرعي أو هنا يعني كأنما إمام فخر الرازي أو يعني زيك كردو اكتفاء بدو ما كردو آموديش أمي دو مي زيك اكتفاء أو الله كردو به ولا مصنف اكتفاء به هيش هنكرو. أما فجاء أعني كونه غير فرعي فجمع المصنف بينهما من غير تأملين ببيع وكبير لك هذا يعني هاوردوها واستروح بما أجاب به ودل خوش بوا بويك جواب بيداوتو بلام جواب كيف كارنه وتقييده لساني وتقييده لساني بمعنى إذا لم يظهر للوسط فائدة أخذ من كلام الجويني في سلسلتي كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته. وأمك مصنف جوازكي مقيد كردوا يا تقييدي مصنف بودواميكا بويك أجر مثلا بوسطك فائدهك ظاهر او وقت غير فرع به كعملك ورقت ولا كلام جويني ورقت ولا كتاب السلسله وكل شرح مختصر هاوديتي لا طائله تحته باش هيش فائدهك لجيرانيه. وعلى تقدير اعتباره ولا تقدير اعتبار او جور قياسه فكان ينبغي حمل اطلاقهم عليه بيويستكراك او اطلاقك اوان كرديانا نبا مطلقي وتيانا دي حملك ينسرشي سر معتبرك سر يعني او جواب مطلقي وتويتي حمل من كلاها سر او لا يعني زمانك كعلى دروزني قياسك زمانك فائده بواسطك النبي ابو حمل اطلاق كشمن لسر او حمل كلاها لا ان يحكى بقيل نقبى قيل نقل كريا وكم صليب قيل نقل كروا ويصرح فيه بمطلقا وتصريح كاكريا بمطلقيا كمثلا وتاني وهم لم يصرحوا به لحالك اخوان تصريحان بين كلوا ما وفق إن شاء الله. جاك واتا علي وتائر وثمان لو دوانا هريك كان كافية لو دو شرطة.